بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم في قناه ربيع الزيات ومع درس جديد من دروسنا. النهارده الدرس بتاعنا شرح ازاي اعمل سقف في سحاب وفي جذع الاشجار كانه عريشه، وفي مثلا عصفور طاير مثلا او عصافير كتيره طايره، على حسب ما انت عايز، وتقدر تعمل تشكل في جذوع الاشجار دي زي ما انت عايز او بتوزعها زي ما انت عايز. ولكن قبل ما تشتغل في جذوع او تقسيم الشغل نفسه، لازم يكون السقف مدهون بلاستيك نص لامع، شرط اساسي في الشغل عشان يتسح كويس معاك في رسم السحاب ورسم بقيه الرسومات التانيه. المفروض ان هو يكون واخد بلاستيك نص لامع. طبعا احنا دلوقتي بنعمل السحاب باللون الابيض، برضو نوعه بلاستيك نص لامع. ممكن هتجد صعوبة بس بسيطة كده في الاول عشان انت شغال لفوق مش على الحيطة. واشكال السحاب تقدر تعمل اي شكل، ممكن تعمل اشكال كتيرة، ولكن طلب الزبون ان انا اعمل له الشكل دوت. في اشكال تانية ان انا ادي عمق في السحاب، وممكن اعملها بالكمبروسر، ارشها بالكمبروسر، وممكن ارشها بالاسبراي، وممكن اعملها بالفرشة زي ما انا مشغل كده. طبعا بركز على المنطقة بتاعة السحاب ان هي تبقى تقيلة من فوق وجاية على ما فيش بالنسبة للسما نفسها. السقف ده يا جماعة كبير جدا، يعني تقريبا 6 متر او 7 متر، فالتقسيمة بتاعته هتبقى يعني توزيعة الشجر نفسه هتبقى متوزعة بطريقة معينة. نركز مع بعض دلوقتي، وحاول تدرب نفسك على ازاي ارسم السحابة على السقف من غير مثلا ما يكون مباشر على السقف مباشر او من غير مباشر. يعني ممكن تعمل سقف لبن نص لمعة وتبدأ تشتغل سحاب، ولو ما عجبكش ممكن تديله لبن نص لمعة تاني بعد ما الابيض ينشف. يعني كل حاجة متاحة بالنسبة لك. بنرسم مجموعة من السحاب، بنخلص السقف تقريبا من رسم السحاب نفسه. بعد ما خلصنا رسم السحاب، شايفين الصورة اللي قدامنا دي هي تقسيمة السقف بعد ما خلص، تمام. طب قسمناها ازاي او بدأناها ازاي؟ هنعتبر ان دي مثلا السماء او السحاب او السقف بتاعنا. هنحط جذع شجر في المنطقة دي، وجذع شجر نرسمه في المنطقة دي، مفيش حاجة ماسكاه او معلقاه. بعدين هنحط جذع كده من الحيط للحيط واصل للاخر خالص، وجذع تاني الناحية التانية على نفس المستوى بتاعه، على نفس الطول بتاعه. الجزئية اللي في النص هنعمل لها نص جزء من هنا ونص جزء من هنا، ولكن لو انا عايزها جزء سليم هعملها جزء سليم برضه. لو عايز تعمل تكعيبة كاملة ممكن تعمل التكعيبة كاملة على السقف كله. ده الشكل اللي احنا هنرسمه او طريقة رسمه هتبقى ازاي. نبدأ حيز التنفيذ. ممكن توزع توزيعة تانية خالص غير ديت، ممكن تجيبها بزاوية او بالورم كده، ممكن تجيبها سنبوكسات، ممكن تجيب مثلا جزعين بس وتسيب الباقي، ممكن تعمل جزء واحد في النص، على حسب ما انت عايز وتوزيعتك على حسب ما انت عايزها. طيب دلوقتي ده السقف بتاعنا، هنبدأ تقسيم في منطقة معينة. دي رولة بحط فيها شوية بلاستيك نص لامع، تمام، وامشي بخط مستقيم او عدل في منطقة الرسم اللي انا هرسم فيها، تمام، زي ما انتم شايفين دلوقتي كده. ببدأ احط الرولة بوضع مستقيم وعدل، ومش شرط ان هي تطلع معاك عدلة بالظبط، يعني ما تشدلهاش استك او تحط لها لزق او الكلام ده، لا خليها طريقة عشوائية، لان الشجر ما هوش حاجة مستقيمة، حاجة فيها تمويك كده، حاجة طبيعية ما فيهاش يعني رتم اساسي كده معين. انا بحدد
الطول بتاع الحاجه دي بطول الفرع نفسه، ودي الالوان اللي احنا بنشتغل بيها، ابيض واسود وبني، ابيض واسود وبني متضرب بنص لمعه. الكميه اللي انتم شايفينها دي عملت معايا السقف وفاض منها كتير كمان لان انا ما بستهلكش كتير. الجزئيه اللي انا عملتها ديت هرسمها جذع شجره. طب الجذع الشجره دوت قلنا هنحتاج اللون البني واللون الاسود واللون الابيض. طيب انا كده هبدا شغل في الرسمه، هبدا مثلا من المنطقه دي، شايفين اللون البني اللي كان معايا، هاخد منه على جنب واحد وليكن مثلا الجنب الشمال من شغلي وانا شغال، تمام، وبجيب فرشه صغيره معايا اعمل بيها تعريجه كده في الاخر كان الفرع نفسه مكسور باللون الاسود، اعمل لون اسود في المنطقه دي، تمام، احاول اتقله شويه كان الجزئيه دي محروقه او مكسوره او فيها جذع مخوخ، يعني حاجه مش ايه، حاجه تدي ما تديش حق ان هي حاجه مقفوله او مقصوصه، حاجه بايظه كده. بعدين هجيب اللون البني وحد تاني التحصيله بتاعتنا على مسافه مثلا زي دي، مسافه تقريبا متر ونص او متر على حسب ما ايدك تكون، ووزعها على الجزئيه دي. بعدين الابيض، بصوا يا جماعه الابيض هيبقى فين؟ عكس البني، الاتجاه التاني من البني، وابدا اظبط الخط بتاعي عدل وابدا اسيح الابيض واخد من الابيض وادي ضربات على اللون الاسود بحيث تظهر معايا ان في اجزاء واطيه واجزاء عاليه، وابدا اسيح اللون البني مع اللون الابيض زي ما انتم شايفين كده بالظبط. طيب لو حبيت اعمل مثلا جزء كده مخوخ من جوه، هدي الجزئيه دي اللي شبه شكل بيضاوي كده، كانها شكل بيضاوي، تمام، باللون الاسود في نص الجذع، وبجيب شويه لون ابيض، شويه لون ابيض، تمام، وابدا ادي ضربات في المنطقه دي كده. بصوا بحددها، بحددها من على الاسود، تكون من على الاسود متحدده ومن بره سايحه مع اللون البني اللي انا عامله، فكده يبان ان الفرع دوت مكسور او مخوخ من جوه، يدي فيه تاثير شبه طبيعي شويه. برضو بخلص الجزئيه دي واجيب الفرشه الصغيره احط فيها بني وابدا اعمل فروع صغيره طالعه من الشجره، تمام، بتبقى تخينه من ورا ورفيعه من الاخر. تمام، هاخد برضو فرع هنا، فرع صغير كده، وابدا انقل على مرحله تانية، يعني الجزئيه الثانيه من نفس الجزء اللي احنا شغالين عليه دوت دلوقتي. ولكن شغلنا كله يا جماعه بلاستيك نص لامع، والالوان بتاعتنا بندربها، اكيد حضراتكم عارفين الفيديوهات بتاعه التدريب، الالوان موجوده على القناه، وممكن تغير الالوان شويه، خليها مثلا اغمق اكتر لو انت عايز تغمق اكتر، تغمق اكتر لو انت عايز تدي للفرع دوت او الجذع دوت لون اسود مع بني، حاجه تقيله كده، يبقى الجذع نفسه شكله تقيل، دي حاجه متاحه بالنسبه لك. ولكن احنا بنقول بنعمل الوان تمشي برضو مع اللون النبيتي اللي موجود، وتمشي مع البيج، و يعني تبقى قريبه شويه من اللون البني يكون افضل. برضو هنعمل اللون البني في المنطقة دي، في الحرف ده من المنطقة دي، ممكن اطلع بفرع تاني في النص عادي مفيش مشاكل بنفس الفرشة الكبيرة بتاعتنا. الفرشة الكبيرة دي يا جماعة هي فرشة من نوع اسمه الفنار، نوع الفرشة اسمه الفنار، النوع ده كويس جدا لما بيشتغل مع الماية بيبقى كويس وبيدي تحديد كويس، والشعرية بتاعته بتبقى ناعمة عن الشعرية السوداء ويكون افضل. نجيب الابيض وابدا احدد زي ما انتم شايفين كده، المنطقه اللي فيها جزء مخوخ بتعامل معاها بحرص شويه عشان ايدي ما تطلعش بره، تمام،
بص يا جماعه اللون الابيض، وابدا احدد ايه الجزء المخوف اللي موجود عندي في الشجره. ولكن لو حبيت ان انا اعملها فرشه صغيره ما فيش مشاكل، ولكن الافضل بنفس الفرشه الكبيره عشان تقدر تسيح الوانك بسرعه. وعلى فكره الجزئيه اللي انا بعملها بالروله في الاول، يعني وانا بدي مثلا بالروله الاول عشان احدد مكان الجذع نفسه، بكون مزود البني ميه، يعني بحط مثلا الروله في الميه وانطرها نطرتين مثلا، واحط شويه لون بني على الروله بالفرشه، وبعدين ابدا جزء اعمل الجزء اللي فوق، فبلاقي ان الميه الموجوده في الروله بتساعدني في تسيح الالوان بعد كده، لانها ما بتنشفش بسرعه على السقف النص لمعه، ما بتنشفش بسرعه، ولكن لو السقف معمول مط هتنشف معاك بسرعه جدا. لو انا هعمل الشجره دي على بلاستيك مط، لازما ان انا ادي وشين، هدي الفرع كله لون بني جميع اجزائه، واستنى لما ينشف، هو ينشف بسرعه، بعدين ابدا ارسم نفس الشغل اللي انا بعمله ده دلوقتي. نهايه الجزء هعمل برضو الجزئيه السوداء اللي احنا قلنا عليها في الاخر، كان الجزئيه دي مكسره، تمام. وابدأ برضو باللون البني، واحدد الشجرة من على الجنب دوت، الجنب الشمال مثلا، هي الفرشة بس بشغلها في البني، واشغلها في الاسود، واشغلها في الابيض، تمام. وباخد كميات بسيطة جدا من اللون يا جماعة على طرف الفرشة زي ما انتم شايفين، علشان الفرشة لو فيها مية او فيها حاجة ما تسيلش او تنحت عليا وانا شغال. والافضل ان انا اشتغل بالالوان خام، الالوان خام ما احطش عليها اي مية خالص. بجيب برضو اللون الابيض من على الحرف الثاني، وابدأ ادي ضربات كده زي ما انتم شايفين، كأن الفرع ده فعلا فيه كسر او مخوف من الجزء دي او محروق حاجة كده في اطراف الايه الجذع، ولكن الجذع من جوه يعني نقول سليم مثلا. ضربات كده باللون الابيض على المنطقة دي، تمام. ممكن ادي برضو هنا مثلا الجزئية دي مثلا فرع كده عادي، الفروع دي ممكن تكترها، وممكن تحط فيها ورق اخضر، بس يستحسن ان انت ما تحطش فيها ورق اخضر، خليها ناشفه زي ما هي. ممكن اخلي فرع مكسور كانه مكسور، ان انا اعمل وصله للفرع كده بس مش اكتر. يفضل لو انت هتعمل الفروع ديت خليها برضو ناشفه، ما تحطش فيها اي الوان اخضر او اصفر، ما خلاش ليها يعني ما خلاش فيها اي حاجه تدل ان النبات ده حي، لان ده تعتبر عايشه او تكعيبه على السقف كده. الجزئيه دي الجزء دوت خلص، كل الجذوع التانيه هنشتغلها بنفس الاسلوب ونفس الطريقه. ده مثلا هنروح الجزء التاني اللي قصاده وهنعمل الجزء ده، والروله وحدد مكانه، تمام. لو عايز تحدد بتباشيره في الاول وبعدين تعمل بالروله مفيش مشاكل، تقدر تشتغل بالطريقه دي. تمام، احدد الفرع هيبقى اتجاهه لحد فين، زي ما شرحنا هنبدأ منين وهننتهي فين، هي نفس الفكرة برضو، ان انا ما بوصلش للاخر في اول جذعين اللي هما بطول الأوضة.
وعلى فكرة يا جماعة هما نفس تنفيذ الجذوع التانية، برضو بشتغل الأسود الأول وبعدين بفرد بني وبعدين الجنب التاني أبيض، نفس الأسلوب ونفس الطريقة اللي عملنا بيها الجذع الأولاني هنعمل بيها بقية الجذوع التانية. بعد ما رسمنا ديت في جذع تاني اللي هو جاي بالعرض، الجذع اللي بالعرض دوت المفروض ان هو جاي مكان الكهرباء. بصوا يا جماعه انا كده عامله مكان الكهرباء بالظبط. طيب لو كفكره فنيه الصح ان هو يجي في نفس المكان ده، ليه بقى؟ لان الشخص الكهربائي لما يجي يركب اللمبه او الدوايه الليزر اللي بتركب هتركب كانها راكبه في جذع الشجره نفسه، تبان انها طالعه من جذع الشجره نفسه، او في مروحه او في نجفه او في حاجه كانها طالعه من او متعلقه فين في الجذع نفسه. فالصح ان انا اخليها تمر بالثلاث اماكن بتوع الكهرباء دول، وبكمل بنفس الطريقه بتاعتنا الاسود والبني والابيض نفس الطريقه، وبعمل رباط باللون الابيض والاسود، بعمل كأن الجذعين مربوطين ببعض تمام بأي حبل كده وأي خيط، مرسوم برضو خيوط كده، خطوط بالأبيض وخطوط بالأسود، يبان إن في رباط في المنطقة بتاعت تقاطع الجذعين مع بعض، وتدي حق فعلا إن هما مربوطين يعني مفهومش مش هيقع ولا حاجة. وابدأ اكمل يا جماعة الجزئية برضو بتاعت النص، نص السقف، واعملها واخلصها برضو بنفس الاسلوب ونفس الطريقة، واخر جزئية اللي هي التقاطع بتاع الطرف الاخر بتاع السقف بتاعنا. تمام بالجزء بتاعه، ويتفضل لنا جزئية السقف خلصت كجذوع وبتظهر معانا بالشكل اللي احنا رسمناه في الاول خالص بالطريقه دي. بصوا يا جماعه انا كده همشي بالكاميرا واحدد لكم الجذوع شكلها عامل ازاي او التقسيمه مشيت ازاي، ولكن براعي في الرسم ان اتجاه الفروع يبقى كله في اتجاه واحد لكل جذع، يعني كل جذع ليه اتجاه لوحده عشان ما احسش ان في جذوع نازله لتحت وجذوع طالعه لفوق. لا دي كده شكل السقف وشكل الجذع من متربط من بعضيه. تمام هيتبقى معانا رسم عصفوره او عصافير لو انا عايز ارسم كميه، ده اللون الاسود. ببدا بسن رفيع مدبب من قدام وابدا بعد كده تدخل من النص، وعشان ارسم العصفوره صح هعمل حرف الزائد اللي انتم شايفينه ده دلوقتي، حرف الزائد ده اللي هبني عليه شكل العصفورة وهي طايرة. ببدأ ألف الفرشة كده وأعمل حاجة شبه دايرة اللي هي رأس العصفورة تمام، وأبدأ أخد قوس شمال وقوس يمين هتدي معايا شكل إيه، شكل بيضاوي مطول شوية تمام، وأخد منها كده ماشي بتناسب بالظبط مع علامة الزائد اللي أنا رسمتها في الأول. بعد كده بطلع منها من النقطة الصغيرة دي شراشيب هي دبدين تمام، هبدأ أعمل الجناح زي ما انتم شايفين كده بنفس الحركة دي، وأختم على الزائد اللي أنا رسمته وأدهنها كلها دهان واحد عادي بني مع أسود عادي أي لون، المهم إنها كلها تاخد لون سادة. يتبقى معايا تأثير الريش باللون الأبيض، هدي باللون الأبيض طبقات كده بالفرشة تقيلة وتصغر كل ما اوصل لجسم العصفورة، والناحية التانية من الاطراف برضو ادي ضربات تقيلة وابدأ اخفها شوية شوية، وابدأ اعمل العصفورة برضو ادي لها ايه ضربتين كده من على الجناحات يبان الجسم بتاعها او المجسم بتاعها انها طايرة، وشايفين احنا جسمها من تحت. ده شكل عصفورة، وشكل عصفورة تاني هنرسم برضو عصفورة تاني. نفس الطريقة ونفس الأسلوب، لو حابب تكتر منها كتر، لو عايز تقلل قلل
لو عايز تعمل عصفورة واقفة على فرع من الفروع بتاعة الأشجار ديت ماشي. عايز تعمل طيارة طايرة في السماء ماشي. الخيال مفتوح قدامك بقى وانت شغال في السقف، تقدر تعمل أي حاجة من دماغك. وبنعمل العصفورة التانية، وبعد ما نخلصها برضو بندي ضربات اللي هي الأطراف الريش زي ما انتم شايفين كده، زي ما شفناها في العصفورة الأولانية. عايز تخلي اللون مثلا برتقاني بتاع العصافير ماشي، ولكن احنا بنخليها اسود من تحت على اساس ان هي بعيدة، ونسبة السواد بتبقى اكتر في العصفور، مبيبقاش باين لونه ايه او حجمه ايه بالظبط وهو طاير، ولكن طالما هي قريبة بتقدر تلون الشكل اللي انت عايزه. خلصنا السقف وخلصنا العصافير المرسومة فيه. النتيجة النهائية للشغل نفسه بتبقى بالشكل ده او الشكل ده. واشوفك على خير في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.